ما هو قماش البوليستر؟ قماش البوليستر هو أحد أنواع الأقمشة التي تتكون من ألياف صناعية تم تطويرها في القرن العشرين في المختبرات العلمية. وكلمة بوليستر مشتقة من مفردتي بولي والتي تعني المتعدد والعديد، وإستر وهي مركب صناعي كيميائي عضوي أساسي. إن المادة الأساسية المستخدمة في صنع البوليستر هي الإيثيلين، وهي مشتقة من البترول إلى جانب الهواء والفحم والماء. يصنع البوليستر من خلال حدوث تفاعل بين الحمض والكحول، وعند حصول هذا التفاعل تتضافر اثنتين أو أكثر من الجزيئات لتكوين جزيء كبير. ويمكن أن تشكل ألياف البوليستر جزيئات طويلة جدا ومستقرة وقوية، وتسمى عملية تكوين البوليستر بالبلمرة. اليوم يستخدم البوليستر في تصنيع العديد من المنتجات مثل الملابس والمفروشات المنزلية والأقمشة الصناعية وأجهزة الكمبيوتر. ويتميز البوليستر بالعديد من المزايا التي تضاهي الأقمشة التقليدية مثل القطن. يصنف البوليستر إلى نوعين رئيسيين، هما البوليستر المشبع والبوليستر غير المشبع. البوليستر المشبع يشير إلى عائلة البوليستر التي تتكون بشكل أساسي من البوليستر المشبع وهو غير تفاعلي كما هو الحال في البوليستر غير المشبع، وتتكون من السوائل الجزئية منخفضة الوزن والتي تستخدم كمولدينات ومفاعلات في تشكيل إيثان البوليمرات، والجزيئات الخطية الحرارية عالية الوزن مثل البولي إيثيلين. وعادة ما تكون المواد المتفاعلة للبوليستيرات المشبعة هي الجليكول والحمض أو الحمض اللامائي. البوليستير غير المشبع، يشير هذا النوع إلى عائلة البوليستير التي تتكون بشكل أساسي من راتنجات التصلد الحراري الألكيلية التي تتميز بعدم تشبع الفينيل. ويستخدم هذا النوع من البوليستير في البلاستيك المقوى خاصة، ويتم استخدامه بشكل كبير نظرا لكونه اقتصاديا جدا. يتميز قماش البوليستير بالعديد من المميزات والخصائص الفريدة من نوعها، ومن أبرزها قماش البوليستير وأليافه القوية جدا. يعد ذا قدرة تحملية عالية، فهو مقاوم لمعظم المواد الكيميائية ويتمدد ويتقلص. البوليستير ذو طبيعة نافرة من المياه، ولذلك هو سريع الجفاف ويمكن استخدامه للعزل عن طريق تصنيف الألياف المجوفة. يحتفظ البوليستير بشكله والطيات التي توجد فيه، وبالتالي هو جيد لصنع الملابس للمناخات القاسية. يتمتع بمرونة عالية سواء كان رطبا أم جافا. هو من الأقمشة سهلة الغسيل والتنشيف. يعد مقاوما للتجاعيد، مقاوما للعفن، ومقاوما للتآكل. يتطلب قماش البوليستير عناية خاصة تلائم الخصائص التي يتميز بها هذا القماش عن غيره من الأقمشة، ومن أبرز طرق العناية به: البوليستير قابل للغسيل والتنشيف في آلات الغسيل، ويمكن إضافة منعم للأقمشة أثناء غسيله، ويجب تنشيفه في درجات حرارة منخفضة للمحافظة على الملابس. لا يحتاج قماش البوليستر إلى الكي، ولكن عند الحاجة لذلك يجب كيه باستخدام المكواة الحديدية. يمكن تنظيف قماش البوليستر بشكل جاف دون أي عناء. يتم تصنيع قماش البوليستر بعدة طرق، ويتم اختيار طريقة التصنيع بناء على الشكل النهائي الذي سيتخذه البوليستر. وهناك أربعة أشكال أساسية، هي الخيوط والتيلة والنسال والحشوة. ففي الشكل الأول، كل حبل من ألياف البوليستير هو مستمر في الطول، ولذلك ينتج سطح قماشي أملس. أما في الشكل الثاني، يتم قص الخيوط إلى أطوال محددة، وفي هذا الشكل يكون البوليستير أسهل للدمج مع الأقمشة الأخرى. أما في الشكل الثالث، يتم تصنيع خيوط البوليستير معا بشكل فضفاض، وأما آخر شكل فهو ذو حجم ضخم، ويستخدم في تصنيع الألحف والوسادات والملابس الخارجية. وأكثر الأشكال تصنيعا واستخداما هما الشكلين الأول والثاني، أي الخيوط والتيلة. في سنة 1926 بدأت شركة إيلوتير إيرينيه دو بوينت الأمريكية بحوثها حول الجزيئات الكبيرة جدا والألياف الصناعية بقيادة الكيميائي والاس هيوم كاروثرز، وركزت هذه البحوث على ما أصبح يعرف لاحقا بالنايلون.
وهو أول الألياف الصناعية التي اكتشفت. وبين سنتي 1939 و1941 أظهر الكيميائيون البريطانيون اهتماما بالبحوث والدراسات التي أجرتها دوبونت، وبدأوا بحوثهم حول الموضوع نفسه في جمعية طابعات كاليكو المحدودة. ومن هذه البحوث نتج اكتشاف البوليستير الذي يعرف في بريطانيا باسم تريلين. في سنة 1946 اشترت دوبونت الحق لتصنيع ألياف البوليستير في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الشركة بتطوير الأعمال بشكل أكبر. وفي سنة 1951 بدأت في تسويق الألياف تحت تسمية داكرون. وخلال السنوات اللاحقة أظهرت عدة شركات اهتمامها في تصنيع ألياف البوليستير، وقامت بتصنيع أقمشتها الخاصة بها لعدة استخدامات. ومن أبرز تلك الاستخدامات الاستخدام في مجال السيارات. تستخدم مادة البوليستيرين في صناعة قطع غيار السيارات ومقابض الأبواب ولوحات امتصاص طاقة السيارة وغيرها، كما يستخدم البوليستير في صناعة مقاعد حماية الأطفال. كما يستخدم البوليستير في المواد العازلة، حيث توفر رغوات البوليستيرين خفيفة الوزن عزلا حراريا ممتازا في العديد من الأدوات مثل بناء الجدران والأسقف والثلاجات ومرافق التخزين البارد الصناعية. ويتميز عزل البوليستيرين بمقاومته لأضرار المياه. من استخدامات البوليستيرين أيضا الإلكترونيات. تستخدم في صناعة أجهزة التلفاز والكمبيوتر وجميع معدات تكنولوجيا المعلومات. يستخدم في الطعام، حيث يستخدم في صناعة أدوات تغليف الطعام التي تساهم في المحافظة على الطعام لوقت أطول، وتعد أفضل من بدائل حفظ الطعام الأخرى. يستعمل البوليستير أيضا كمعدات طبية، حيث يستعمل في صناعة أواني، صناعة صواني زراعة الأنسجة، وأنابيب الاختبار، وعلب مجموعات الاختبار والأجهزة الطبية، وذلك نظرا لسهولة تعقيمها. يستخدم البوليستيرين على نطاق واسع لحماية المنتجات الاستهلاكية مثل علب الأقراص المضغوطة، وتغليف المواد الغذائية، وصواني اللحوم والدواجن، وصناديق البيض لأغراض الحماية من التلف.